يلا انا رايحه على الصالون. انت بتاخدي الاغراض وتروحي عند الصبايا، بتفهميني شو عم بتصير؟ بتخبريني. طب يا مدام، مو الصبغه يلي وصلت لك عليها؟ يعني شعراتك مو قد اليوم؟ خليني روح وصل لك اياها على الصالون، بعدين بروح لعند البنات. بتروحي بتجيبي الصبغه والاغراض وبتروحي لعند البنات، بتشمشميلي الاخبار وبعدين بتلحقيني على الصالون. يا الله يا مدام، والله الناس صايرين عم بيديروا بالهم، ما عم يحكوا شيء قدامي. لانه ما عم يحكوا شيء قدامك لازم انت تعرفي شو عم بيخبوا عنك. تلحلحي شوي، شغلي لي هذا المخ اللي ناتعتيه، شغلي. حاضر. يلا روحي روحي روحي، بدي النفس انت. باي مدام. والله انت يا منار صاير راسك يابس وما عم تراعيني بنوم. لك انت بالذات بتتدللي ولك تعامل غير الكل. بتعرفي يا هلوشة انه منار بالذات بتقول هذا الحكي لإلي وصرت سمعانته الف مرة عم بتقوله نفسه لدادو ولنور. سبحان الله. ايه انا مو اخذة من عندها غير قطعتين بتقلي هيك كمان. ايه انتو كلياتكم غاليين على سمسوم سمسوم قلبي. صح، وين دادو؟ جبت لها الماسكات يلي وسطتني عليهم. يلا هلا هي شوي وبتجي، اذا بدك عادي لضيفك شيء. لا تقبريني، والله ما فيني، ريهام ناطرتني بالصالون. لساتك عم تعاملي معها؟ انا هالمخلوقه سبحان الله ما قدرت فوتها لقلبي بالمره. لك حرام عليكي، والله طيوبه وبتجبر بخاطري، يعني تخيلي هي الصبغه اللي جايبت لها اياها، كان فيها تجيبها منين ما كان، بس هي حبت تجبر بخاطري وتنفعني. ساره، كم مره قلت لك بس تجي منار لعنا خليها تفوت على غرفتي، بدي نسق كل ستايلي. ايه ما قلتي لي. هذاك اليوم قلت لك بس تجي منار خليها تروح على غرفتي تكب اللي بدها اياه وتخلي اللي بدها اياه، كل ثيابي الجديده رح تكون عند منار. ماني مسكرة. ايه تذكرت صح، قالت لي انه بدنا ايانا شلنا كل شيء في اواعي. تعي تعي لقول لك بدنا نغير لك كل تنسيقات. ايه اوكي اوكي، بس ما فيني اتاخر. شوفي شو عم بيصير. يا متخبي حفير وطلع. لك يا هلا يا حبيبتي، ليش ما عم تردي؟ صرنا سائلينك الف سؤال من جوا، منار مستعجله. يعني روح قلكم تخلوني اتبهدل، هلا بتكون معصبه علي. يعني ريهام صارت اهم مننا؟ برجع لك مخصوص تقبريني. يلا باي. ليكي لا تنسي تقلي لانه هي بالذات اهم زبونه عندك. اتركوني استرزق. باي باي. شو مشي الحال؟ يس، صح اني برمت اربع صيدليات وهلكت بس حرزانه. بالله كيفني معك، شفتي كيف صار عم بلقط على الطاير؟ على الطاير وهيك كيف لو مستعجله؟ كنتي جلطتيني. شو هاد؟ انا مالي علاقه. انا حطيت لك نفس الكولرز يلي اعطتني اياه الصبيه. كولرز؟ طبعا. انا خبرتك يا مدام الصبغه ابدا مو بروفيشنال. ايه ابدا. وانتي ما سمعتي مني؟ اكيد. حتى شوفي اللون. شفته، ما انا شفته. غير الرصفه تماما. اكيد غير الرصفه، سمعت حاجه تحولتني. روقي وهدي، خدي نفس. اخذت نفس. تفضلي ارتاحي وعدي، ونص ساعه انا برجع لك نفس اللون تماما. معك نص ساعة. نص ساعة وبس بده يرجع شعري مثل ما كان. ما في مشكلة. أكيد ما في مشكلة. تفضلي ارتاحي. قالوا بيقولوا شو؟ أنا صبية. ما في مشكلة ما في مشكلة. أنا بوجهك يا منار. ايه بسرعة. انا اسف. يلا يلا يلا.